بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تلخيص سريع لأول درسين على الفول ستاك ويب ديفلوبمنت مع البايثون. أول شيء بدي أبلش فيه أنا هاو تو سيت أب الانفايرمنت كلها عشان أبدأ أتعلم البايثون، فإن شاء الله حنمر عليه في هذا الفيديو. أول شيء حنبدأ في موضوع الفولدرز، حنظم الفولدرز عندي والفايلات بحيث أنا يكون كل شغلي منظم لقدام، بحيث أنا أقدر أتابع تطوري في التعلم اللغة أو في المشاريع اللي حتيجي في المستقبل. بدي أشغل الكوماند لاين أولا. إذا أنا عندي إياه موجود هون على الدوك أوريدي أو على التول بار، بس إذا ما عندي إياه ممكن أروح على اللونش باد وأكتب تيرمينال، أوتوماتيك بيفتح لي التيرمينال وبيفتح لي إياه على الديفولت فولدر. عشان أعرف هذا الديفولت فولدر إيش هو، أنا بكتب PWD اللي هو يوزرز سلاش شادي قهوجي اللي هو المين فولدر تبعي أنا، عشان أبدأ أنا مشواري مع البايثون والفول ستاك ويب ديفلوبمنت كورس. انا لازم اعمل له فولدر احط فيه كل الملفات تبعتي بحيث يكون الامور منظمه. فانا حسميه فول ستاك ويب ديفلوبمنت اندرسكور بايثون. هيك حينشئ لي فولدر اسمه فول ستاك ويب ديفلوبمنت بايثون. كيف انا اعرف انه انشا اوريدي؟ ممكن اعمل ليستنج، حيفرجيني كل الفولدرات الموجوده هون وهو من ضمن الفولدرات. عشان افوت على الفولدر بحكي cd change directory full stack web development، وما في داعي اكمل الاسم كامل، ممكن اضغط على tab بيكمل لي اسم الفولدر. انا صرت اوتوماتيك جوات الفولدر. عشان اتاكد اكثر برضو اعطيني الباث للفولدر اللي انا موجود فيه، حيقول لي انك انت موجود يوزرز شادي قهوجي على full stack web development على البايثون. لو رحت على الفايندر ورحت على جو تو، طبعا الفايندر لما افتح بفتح لي على الريسنت فايلات اشتغلت عليها. لو رحت على جو تو هلاقي فيه، انا بقدر اروح فيه على فولدر معين، فانا بدي اروح على يوزرز على شادي قهوجي. اوكي، هلاقي الفولدر موجود هون نفس اللي عملت له كرييشن. عشان انا ما اضل اتغلب كيف بدي اوصل له، فانا بدي هذا الفولدر اعمل له زي شورت كات هون او اعمل له زي كويك اكسس. ففي الماك عندهم شيء اسمه فيفورتس، ممكن اجي اسحب الفولدر تبعي واوديه على الفيفورتس. باجي باخذ الفول ستاك ويب ديفلوبمنت بايثون واوديه على الفيفورتس، اتاكد انه ما انا مختار فولدر ثاني لانه حيعمل له موف، حيعمل له زي يشيله من هون يحطه في مكان ثاني، يعني يكون لاين أيوه كأنه بين فولدرين لاين. بعدين بترك الفولدر بصير هون ما بنتقل من هون وبضل موجود في مكانه، ولكن عبارة عن شورت كات. إذا أنا سكرت الفايندر وفتحته مرة تانية حيفتح لي إياه وحيعطيني الفيفوريت زيها موجودة هون، بقدر أوصل للفولدر هذا بسرعة. الآن بدي أعمل كرييت لبعض الفايلات. ممكن أنا أعمل كرييت لبعض الفايلات عن طريق إديتر معين، وحنشوف هلأ كيف حنا نعمل داونلود للأتوم إديتر على الماك. وممكن أستعمل الإديتر العادي اللي هو اللي بيجي مع الماك اللي هو تكست إديت الديفولت. بروح على اللونش باد بكتب تكست إديت، وبحكي لي بدك أنت تو أوبن فايل معين او نيو دوكيمنت، بحكي له انا نيو دوكيمنت وبكتب this is test. بعدين بحكي له سيف، بحكي له وين حابب تخزنه. طبعا انا حيعطيني ويندو صغيره شوي، انا ممكن اعملها اكسباند عشان اشوف الاوبشنز تبعت الفولدرات. اوتوماتيك راح الاقي الشورت كات او الفيفورت تبعي موجود هون للفول ستاك ويب ديفلوبمنت. حقول له خزن لي اياه هون، حاعطيه اسم File 1. هلا يخزن لي اياه. لو انا حابب اخزن ملف اخر ممكن استعمل طريقه ثانيه. على الكوماند لاين احكي touch file 2.txt، برضه بفتح لي فايل على نفس الفولدر وبظهر عندي على الفايندر. لو جيت عملت انا ls هلاقي التو فايلز موجودين هون. انا بقدر طبعا الفايل
اعمل له رينيم، ممكن اجي اعمل له رينيم كليك هون خفيف اعمل له رينيم، او اختار انه رينيم من المنيو نفسه، رايت كليك على الفايل او دبل تاتش على الباد بيعطيني رايت كليك، واختار اعمل رينيم للفايل اسمي اسم اخر فايل 3. واذا بدي اجي اعمل كومبرس للفايلات تبعوني ممكن اجي اختار الملفات اللي بدي اعملها كومبرس ودبل تاتش بالتو فينجرز على الباد بيعطيني الرايت كليك منيو، انا بختار كومبرس تو ايتمز فبيعطيني تو ايتمز بملف واحد بفولدر واحد اللي هو كومبرست فايل، عشان اذا بدي ارسل انا ملفاتي لاي شخص اخر. ممكن برضو عن طريق اختيار اذا ما قدرت انا اجيب الرايت كليك ممكن اجيبها عن طريق المنيو هون، ممكن احكي كومبرس تو ايتمز ويعمل لي كومبرس برضو للملفات. ممكن انا اشوف الفايندر اذا انا حركت الملفات حيصيروا يتحركوا بشكل عشوائي، برضو بقدر انا اعمل دبل تاتش بالتو فينجرز على التاب واحكي ارينج باي نيم، فبصيروا الملفات كيف انا ما حركتهم وبرتب لي اياهم حسب الابجديه اي بي سي دي اف جي. عشان الغي الملفات اللي عندي اذا انا بدي الغي ملفات ممكن اعمل سيلكت للملفات عن طريق الماوس، ونفس الاشي ممكن احكي له موف تو تراش دبل تاتش يعطيني رايت كليك منيو موف تو تراش، او اجي على الفايل هون برضو احكي له موف تو تراش. كديفلوبر في المستقبل انت برضو يفضل انك تعرف الشورت كاتس للاشياء، مثلا عشان انا اعمل هذا موف تو تراش ممكن احكي له كوماند وباك سبيس اوتوماتيك بيودي لي اياه للموف تو تراش. طبعا هذا كل الكلام موجود بال اذا عملت اندو برضه كوماند وحرف الزي بيعمل اندو بيرجع لي الملف. اذا اجيت انا هون هشوف هذه الشورت كات اللي هو كوماند وباك سبيس هيعمل لي موف تو تراش. هيك احنا شفنا سريع كيف احنا نعمل الفولدرز تبعونا ونعمل كرييت لفايلز. خلينا الان نعمل داونلود للبايثون ونشوف كيف احنا نشتغل مع البايثون والإديتر. اول شيء الماك بيجي معه بايثون باي ديفولت، يعني لو انا كتبت هون بايثون خلينا اكبر شوي الكوماند، لو كتبت بايثون من اي مكان على التيرمينال بايثون داش داش فيرجن بيعطيني الفيرجن الموجوده حاليا. الكورس طالب 2.7.9 واكبر، طبعا احنا ممكن نعمل ابديت للي الليتست فيرجن، يفضل دائما ناخذ الليتست فيرجن حناخذ فيتشرز اكثر. فاذا انت مش ساتيسفايد اذا كانت مش 2.7.9 واعلى فلازم تعمل داونلود، اذروايز بيكون انت عندك اوبشن انه تستعمل البايثون الموجود. عشان نعمل داونلود للبايثون بروح على python.org بروح على داونلودز، بيعرف انه انا على ماك فبيعطيني اوبشن تو داونلود 3.6.5. طبعا احنا ما بدنا بايثون 3 لانه هو بيفترض انك بدك تنزل الليتست، بس احنا من اجل الكورس راح ننزل بايثون 2، فانا ممكن الاقي الفيرجن الليتست فيرجن لبايثون 2 من الليست في اسفل السكرين. فانا عندي هاي بايثون 2.7.15 حاجة على داونلود، احكي له داونلود هيعطيني اوبشنز هون للفايلات الموجودة. انا هختار ماك او اس انستولر. اوكي هيعمل لي داونلود للباكج للماك او اس. اذا انا حصل وسكرت هذا السكرين بالخطا والبراوزر انا ممكن اروح على الفايندر واروح على فولدر اسمه داونلود، هلاقي الفولدر الفايل اوريدي نازل عندي في داونلود. دبل كليك على الباكج هيبدا يعطيني انترودكشن ومعلومات عن البايثون ومن ضمنها اللايسن اجريمنت، وبطلب مني اني اوافق على اللايسن اجريمنت، احكي له اجري
بطلب مني وين بده يعمل انستليشن، هنخليه يعمل انستليشن على الديفولت، ما حنغير الانستليشن فولدر كيلو انستول. حيطلب مني الباسورد للادمن عشان يتاكد انه هذا مش فيروس او برنامج عم بيحاول يسوي انستليشن. يبدا انستليشن للبايثون 2، اقل من دقيقه وانتهى الانستليشن للبايثون. بسكر الويندو انستليشن، بحكي لي موف تو تراش، يفضل انه انا موف الباكج هذا اللي نزلته عملته داونلود تو تراش، ما بحتاجه. اذا بدي اياه بنزله في المستقبل لانه هذا بفضي لي مساحه. لو اجيت حكيت بايثون داش داش فيرجن، طبعا هو ما اعطاني الليتست لانه اوريدي التيرمينال شغال اصلا، فلازم انا اسكر التيرمينال وافتح مره ثانيه. هلا بكتب له بايثون، هلا بيكون حمل الليتست فيرجن فبيعطيني 2.7.15. فاذا انا جاهز الان، صار عندي الليتست فيرجن او فيرجن محدثه بحيث انا اقدر ابلش اشتغل عليها ابلكيشنز للبايثون. ابسط طريقه تو ديفلوب البايثون اني ابلش اكتب على التكست اديتور واعمل ران للبايثون من التيرمينال. اول شيء لازم اروح على الفولدر اللي انا انشاته لهذا الغرض، فبروح cd fs full stack development python. اول شيء بحكي touch hello world.py، لانه كل ملفات البايثون تنتهي بالاكستنشن py. هون حيفتح لي ملف جديد بالبي واي، انا هحكي له open with، ممكن افتحه باكثر من اي اديتور، اي اديتور موجود عندك ممكن يؤدي الغرض. انا حفتحه بالتكست اديت وحكتب هون print hello world file save close. اصبح الان الملف موجود عندي وممكن ابدا اعمل له run. احكي بايثون اللي اوريدي انا عملت له انستول هيلو وورد، وما في داعي اكمل اسم الملف كامل، احكي هيلو وورد، حيشتغل الابلكيشن وحينفذ لي الكوماند اللي هو هيلو وورد. لو انا فتحت الملف اجين، ويفضل اذا انا بشتغل على ديفلوبمنت زي ما حكينا يكون منظم للشغل على الديفلوبمنت، ممكن يكون الفولدر الفايندر موجود هون او مغلق، بس اهم شيء يكون الاديتور موجود على جانب الكوماند لاين. فانا ببدا print this is my first python app وبخزن فايل سيف، برجع بعمل بايثون hello world tab، بلاقي اي كوماند بعطيه هون ببدا يشغل. print 10 by 10، وهستعمل الشورت كت اللي هو كوماند s عشان اخزن، اوريدي خزن. ممكن استعمل كيرسر سهم لفوق عشان يعيد لي last instruction، وأوريدي حينفذ ال print 10 by 10. إذا هي أبسط environment لل development على البايثون عشان تعلم فيها على البايثون على الماك. وحنشوف هلا كيف حننزل الأتوم. الأتوم برضو tool خفيفة ممكن نتعامل فيها على عشان نتعلم البايثون. في طبعا tools لقدام حنشوفها أكثر عشان نتعامل مع الابلكيشنز الأكبر، بس هذا الاتوم ممكن يساعدنا انه برضه نتعلم البايثون. عشان انزل الاتوم بروح على الويب براوزر، بكتب اتوم فور ماك، او بروح على atom.io. اوريدي بيكون عاطيني انك انت على الماك او اس وام ريدي تو داونلود. بحكي له داونلود، بيبدأ يعمل داونلودينج.
طبعا اذا انا سكرت برضو البراوزر بعد ما عمل داونلود، اذا سكرت البراوزر وما استطعت اني اعمل رن، في اعمل رن من هون، ابدا الرننج من هون. واذا اخطات في الموضوع ممكن اروح على الفايندر واروح على داونلودز، هلاقي برضو موجود في داونلودز. دبل كليك هيبدا يفك الملف. أعطاني الملف في الابليكيشن، اوريدي فك الملف. هيو الاتوم، بقدر انا اخذ الاتوم هذا اذا بدي استعمله كثير، بقدر اخذه دراج بالماوس واحطه على الدوك، بحيث انا اذا بدي استعمله مستقبلا اتعامل فيه من هون. فالان بقدر اشغل الاتوم. الاتوم طبعا فري، فري اوف يوز، ما فيش له لايسن، ما فيش له مبلغ معين. هذا بحكي لك ان انت عملت داونلود للاتوم من الانترنت مش من الاب ستور للماك. ار يو شور؟ نحكي له اوكي ما في مشكله، اوبن ات. اوكي وي كلوز كل الويندوز، بنخلي هذا الانيشال انتايتلد فايل. بعدين عندي شيء مهم جدا، اني لازم انا اعمل اعرف البايثون على الاتوم، لانه الاتوم لسه ما بيعرف البايثون. فانا بروح على اتوم بريفرنسز، بروح على انستول، بعمل سيرش على شيء اسمه سكريبتس، انتر، بدور على شيء اسمه سكريبت 3.17.3 ران كود ان اتوم. انا اوريدي عامل له انستليشن، لو انت مش عامل له انستليشن هيطلع لك انستول، يو ويل كليك انستول، وحتقعد تستنى فتره لحد ما يسوي انستليشن. انا عامل له اوريدي انستليشن. لو كتبت انا الان برنت هلو وورلد، هذا ممكن يكون ابلكيشن للبايثون، هحكي له سيف، ومرة تانية حيعطيني وين حاب تعمل له سيف. الفيفوريت حيسهل علي، حكي له حعمل له سيف على الفولدر تبعي، حكي حاطيه اسم اللي هو هيلو اتوم. طبعا دائما الباث اللي هو دوت بي واي، وبحكي سيف. اوريدي لما اعطيته الاكستنشن دوت بي واي عرف انه هذا بايثون، فراح اعطاني السكريبت للبايثون. اذا انا ما اختار لي اوتوماتيك، ممكن اجي على اسفل الشاشه هون اختار، احكي له انا هذا بايثون، بس هو اوريدي اوتوماتيك عرف من الاكستنشن انه هذا بايثون. الان بدي انفذ الابلكيشن، بروح على باكجز، على سكريبت، رن سكريبت، او في عندي شورت كات اللي هو كوماند اي بيعمل لي رن للسكريبت. فهذا نفذ السكريبت، حكى لي هيلو وورد او هيلو اتوم كوماند اي، نفذه اوريدي واعطاني اياه. ممكن اشيل هذا الكلام كله واحط اي معادلات بدي اياها واحكي كوماند اي، وحينفذ لي الابلكيشن. هذا برضه اديتور بسيط تو رن البايثون او تو تيست البايثون تو ليرن البايثون على الماك. شيء اخير لازم نسويه على الماك بخصوص الاتوم، لانه احنا شفناه على الداونلود، واحنا قلنا كل شيء على الداونلود نوديه على التراش، بس هذا لانه هو نفس الفايل فانا بدي انسخه اوديه على ابلكيشنز. اذا انا بكون عندي اليوزر تبعي موجود هون، او ممكن اروح على جو تو فولدر، اروح على يوزرز، على الفولدر الخاص فيي هلاقي هون في applications، الموف على application، بعدين two tabs with two fingers، وانا بعدين هعمل paste للاتوم عشان انقله على applications، لانه هذا هو نفس الابلكيشن مش setup file للابلكيشن. بستنى حد ما يعمل copy، برجع على downloads، بعمل له close. الان هذا بقدر اوديه انا على التراش. It is open. لازم أحكي له quit.
الآن بقدر أوديه على التراش عشان تضلها الداونلود فاضي. إذا شغلت الأتوم الآن بيشتغل تمام.